لا يزال بركان لابالما مستمر رغم مرور نحو 35 يوم على اندلاعه، وحتى الآن بدأ انفجاره البركاني في سبتمبر الماضي. الحمم البركانية اللي نتجت عنه دمرت أكثر من 1833 فدان، بالإضافة إلى قرابة 2000 مبنى منذ بدء ثورانه، وتسبب البركان في إجلاء أكثر من 6000 شخص منذ بدء ثورانه، وحدث بسببه العديد من الهزات الأرضية، وتسبب في القضاء على المزارع والمدارس بمنطقة إلباسو. والحمم البركانية غزت الشوارع الرئيسية في اتجاهها نحو المحيط، واللي بيخشى الخبراء من وصولها إلى مياه البحر، وده لأنه هيتسبب في حدوث انفجارات وسحب من الغازات السامة. تأثيره لم يقتصر على أسبانيا، بل وصل لدول أخرى أوروبية وأفريقية، وانتشرت بعض الأنباء عن وصول غازاته السامة إلى العديد من الدول في شمال أفريقيا ومن بينها مصر، ولكن هيئة الأرصاد نفت وصول الغازات السامة لمصر بناء على خرائط توزيعات الضغط واتجاهات الرياح، حيث إن الرياح بتكون شمالية غربية في معظم الوقت، مما يبعد تأثير الغازات عن موقع مصر المدمرة للبيئة المحيطة. وده كان فيديو النهاردة، نتمنى لكم ولنا السلامة، نراكم في فيديو آخر جديد مفيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في أمان الله.